عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا فيديو مهم وهو طريقة تأكيد حسابك الفيسبوك على الكملك فقط إن شاء الله. إذا كنت مهتم بهذا الأمر وحاب تحمي حسابك الفيسبوك وتأكده على هويتك أو الكملكك، طبعا الأخوة السوريين مقيمين على الأراضي التركية، تابع معي الفيديو للنهاية لأن قام نحكي عن تجربة شخصية. أنا أكدت حسابي الفيسبوك على الكملك فقط طبعا بسبب انه حسابي القديم صار عليه اشكاليه وتم ايقافه. طبعا حسابي صار له اكثر من 10 سنين القديم وتم ايقافه وما كنت مأكد الهويه، لذلك سواء حساب جديد وبلشت ابحث عن هذا الامر والا اكدت الحساب وجدتني رساله التاكيد، راح اشوفكم اياها ان شاء الله بنهايه الفيديو انه تم تاكيد حسابك بنجاح. اول شيء لازم نروح طبعا تحمل برنامج، راح لك رابطه اسفل الفيديو ايضا، و اول شيء نروح على الانتقال على الفيسبوك حسابنا. بعد ما نفوت على حسابنا نعطيه الاعدادات والخصوصيه، طبعا هذا حساب للتجربه فقط. بعدين نفوت على الخيار اسمه الاعدادات طبعا، بعدين راح تفتح لنا بهذا الشكل، نفوت على المعلومات الشخصيه، خيارات المعلومات الشخصيه نفوت عليها، بعدها نعطي تاكيد هويه، راح يفتح لنا بهذا الشكل، يقول لك بدك شو اسمه تاكد هويتك، نعطي تاكيد الهويه. بعدين راح تختار البلد انت وين مقيم طبعا، تمام. احنا راح نختار بلد مثل كتركيا، مقيم انا بتركيا اختار تركيا طبعا، نصير عن طريق الكملك وعن تجربة شخصية مثل ما قلت لكم، انا نبحث عن تركيا او تكتب اسمها، حطينا تركيا تمام. حاليا يقول لك ما يصير تعمل التأكيد الا تعمل المصادقة الثنائية، هي يعني طبعا عن طريق تطبيق او عن طريق رقمك الجوال عشان يجيك الكود يعني في كل مرة تدخل بيه على حسابك من اجل زيادة الامان، تمام. حاليا نعطي التالي، بعد ما نعطي التالي تعطيك تحديد طريقة اعداد امان، انت اذا عندك رقم هاتف تقدر تحطه هنا عشان يرسل لك الكود عليه، او اذا ما عندك رقم هاتف تقدر عن طريق جوجل طبعا تطبيق، راح اخلي لك رابطه اسفل الفيديو، نحط عن طريق التطبيق. حاليا راح يقول لك بدك رمز الباركود او انسخ هذا الرمز، احنا راح ننسخ هذا الرمز، تضغط عليه ننسخ على الرمز هذا، تم نسخ الرمز تمام. بعدين راح نروح نعطي متابعة، راح يقول لك ما هو الرمز، نروح احنا على التطبيق اللي نزلناه من شوية اللي خليت لك، راح خليك رابطه أسفل الفيديو، هذا هو التطبيق تمام. بعدين راح نروح نعطي إضافة، نعطي إدخال مفتاح أمان، نعطي سمي اسم أي حساب ما بأي مشكلة مشان تكون أنت حافظ الحساب. بعدين ننسخ الرمز ونحطه هون لصق، تعطي إضافة، راح يعطيك الآن الرقم هذا هو، نضغط عليه ونقوم بنسخ الرقم هذا طبعا، نسخنا الرقم نرجع على المكان اللي حطينا به وندخل الرقم هذا باللصق، نعطيه متابعة، راح يقول لي تم بنجاح، تحط كلمة السر تبع حسابك، احنا راح ندخل كلمة سر حسابنا ونرجع لكم. تمام حاليا انه تم ربط، نعطي تم تمام. بعد ما حطينا كلمة السر تبع حسابنا راح يقول لك شلون بدك توثق الحساب، نعطي عن تحميل بطاقة هويتك، تضغط عليها او شوف توثيق نموذج طبعا، نحن نعطي تحميل بطاقة هويتك، تعطي التالي، راح يفتح لك خيارات كثيرة عندك، تقدر تأكده بجواز سفرك او رخصة قيادة او بطاقة هوية قومية، او نعطي عرض مزيد طبعا، عندك اوراق تغيير رسم الاسم الرسمي، بطاقة خضراء او تصريح اقامة هجرة طبعا، تختار انت، راح اقول لك تختارها انت اللي انا اخترتها طبعا، حطيت انا عندنا هنا شايف، تقدر عن بطاقة تعريف ضريبي، بطاقة تسجيل هجرة، بطاقة عمر قومي، تأشيرة، قيد عائلي، تقدر احنا اهم شيء الكملك يعني الهوية لا تحط انت، راح نحط احنا اوراق تغيير الاسم الرسمي، نضغط على هذا الخيار طبعا، بعد ما نضغط نعطي التالي، بعدين نصور صورة الكملك تبعك انت، تصورها بالعرض، شلون تقول لي راح ما راح تطلع الصوره، بس افتح الكاميرا انت وخلي طبعا الكملك يكون بشكل بنقولون افقي تمام، وانت افتح الكاميرا مشان يصورها، من يصورها تمام. بعد ما بالساعه او ساعتين نقول لك تم التاكيد او لا، بس نقطه مهمه، اهم شيء من اجل التاكيد لازم يكون اسم حسابك والمعلومات الشخصيه مثل ما موجوده بالكملك، يعني ما يصير تحط لو غلط برقم او غلط بشيء راح يتم رفض هذا الشيء تمام. بعد ما خلصنا اجراءات وضفناها تعطي التالي وخلاص، انه راح يقول لك طالبك قيد المراجعه، بعد ساعه او ساعتين او يوم ياخذ بالكثير راح يقول لك تم تاكيد حسابك بنجاح، اذا كانت الاسم تبعك مكتوب مثل ما مكتوب بالكملك او الهويه، و
ايضا المعلومات تكون صحيحه، اهم شغله تكون المعلومات صحيحه، وان شاء الله تكون امورك كلها بالسليم. ونحن راح نشوف حسابنا يلي تاكد وبعثوا لي رساله مشان التاكيد. نخرج من هذا الحساب، طبعا اعطيت تسجيل خروج. بعد ما اعطيت تسجيل خروج راح نفوت على حسابنا الاساسي، راح نشوف انه اعطاني تم تأكيد حسابك بنجاح من دون اي مشكلة. راح نشوف التأكيد اللي اجاني من فيسبوك، ننتظر قليلا حد ما نشوف. تم تأكيد الان بطاقة هويتك التي قدمتها كاثبات هوية، نضغط عليه يقول لك شوف تم التأكيد، نطلب من اشخاص لدينا. طبعا هاي كل الامور انه تم تأكيد هويتك، يعني ما باي مشكلة عليها، تم التأكيد ومصادقة ثنائية صح، تم تأكيد هويتك الشخصية صح، حسابك صار مؤكد ان شاء الله وما باي مشاكل عليه. تمام، واذا عندك اي سؤال اتركني بالتعليقات وان شاء الله سوف نقوم برد عليكم باقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.